السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على هل يمنح حكيمي خامس كره ذهبيه افريقيه للمغرب بعد فارس وتيمومي والحارس زكي بادو زكي واللاعب نجم المنتخب المغربي حاجي. يعني هل يمنح حكيمي خامس كرة ذهبية إفريقية للمغرب؟ يعني غادي نشوفوا اليوم، نشوفوا الدعوة كي دايرة. وبعد إسقاط ياسين بونو من قائمة النهائية اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية الأفضل لاعب إفريقي لسنة 2023، هي شوف هي في الحقيقة اللي نورمالمون يروحوا كاع بغاو يديروا ديفونسير. يعني كو داروا الاخر كوني بالي تاع السنغال، وداروا غارديا بونو ورياض محرز، يعني ايبيتو كاع بصح لا بصح الناس اللي عندهم دروك وين صايدو ماني السنغال دات زوج بقات ما عندهاش تروحها، بقاو ثلاثه يعني بقاو ثلاثه ابو ريدا حط تاعه وتاع نيجيريا فريق راجل القوي في الكاف فريق حط تاعه وبحر وغوارديو كسبوه ولقجع حط تاعه. هذه بالتالي كاع يعني انا نحن الحقيقه هذه يعني ارقام فريق يعني ارقام ساعدتهم كان يوصل ديمي في نار كاين من كاين هاك تشوف. يعني بعد اسقاط اسم ياسين بولو من قائمه النهائيه اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية الأفضل لاعب إفريقي لسنة 2023، وين برز أشرف حكيمي اللاعب الدولي المغربي مرشح بارز للتتويج بهذه الجائزة للمرة الخامسة في تاريخ المغرب بعد أول سنة يعني 1975 محمد فارس، والثانية سنة 1985 محمد تيمومي، والثالثة يعني سنة 1986 سيطرة بادو زكي، والرابعة سنة 1998 مصطفى حاجي كانت سيطرة. وتتجه الأنظار الجماهير المغربية والإفريقية والعربية اليوم 11 ديسمبر 2023 إلى مدينة مراكش، حيث سيقام الحفل الجوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، اذ يحضر المغرب يعني بقوة وان يحضر المغرب بقوة في قوائم نهائية للمرشحين للتتويج، خاصة في قائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين افضل لاعب في القارة الافريقية والتي تضم كل من اشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور. ويبرز حكيم يعني حكيمي مرشح البارز للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2023 بالنظر إلى إنجازاته وتألقه في سنة 2023 مقارنة بالمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور. وكان حكيمي بلغ دور النصف النهائي كأس العالم مع المنتخب المغربي في مونديال قطر، كما أنه توج مع فريقه باريس سان جيرمان باللقب الدوري الفرنسي الممتاز، إضافة إلى أنه توج بجائزة الفيفا للتشكيلة المثالية لنهائيات كأس العالم في قطر، إلى جانب مجموعة من نجوم العالم على غرار الأرجنتيني ميسي والفرنسي بابي. هذه وين عرفتوا كيفاش كل واحد هذه يا خويا وين شاهدنا وين نقولوا باللي المنتخب يعني المنتخب المغربي وين هي كوب دي مون تلعب دور كوب دي مون هذه هي. حنا كنا نشوفوا كنا ما نعرف كنا نشوفوا انا واحد الناس كنت نشوف اللي غادي يديروا غادي يروح فيها يروح نيجيري ويروح الاخر بونو ورياض محرز هما توالا يقعدوا، لكن يعني وين كاين ارقام مختخرين هذه يا خويا الله يسهل خويا الله يسهل. آه.
مساء. الله، شوبير هدرنا يعني بعد انتهاء عمالقة كرة العالمية من الأقرب لاعتلاء عرش الكرة العالمية. اش كنقولوا حنا؟ كاين ميسي، كاين اش غادي نقولوا، كاين ميسي وكاين كريستيانو اللي كانوا مسيطرين، وكانوا كاين لعابه واحد اخرين، كان انيستا، تشافي، كان ريبيري، كانوا لاعبين يعني بعد انتهاء يعني عهد زيدان، فيجو، بيكام، كانوا كاينين لاعبين، فانيك، رونالدينيو، كانوا كاينين. ومن بعد جاو ميسي، سيطروا على واحد 10 سنين ولا 11 عام مسيطرين عليها. اليوم نجمو نشوفوا يعني لاعبين، مثل هولون، بابي، وداك تاع انجليز على يلعب مع الريال، تنجم تشوف هادو دا كاين ناس وحده اخرى غادي يطلعوا لاعبين كيما داك تاع البريد تاع الارجنتين اللي عنده 18 عام، يعني يلعب في الارجنتين، يلعب في نادي في الارجنتين، فانيك هذاك، فانيك هذاك، كاين لعبه زعما بانتش، هذه هي زعما بانتش. كما قدم الفرنسي بابي بالغ من العمر 24 عام حاجة يعني حجة قوية على استحقاقه لجائزة بعد أن أصبح أول لاعب منذ 1966 يسجل ثلاثية في النهائي كأس العالم أثناء محاولته غير موفق في فوز ببطولتين متتاليتين. وكاين بابي، كاين لعابة اللي غادي يطلعوا، كاين لعابة اللي ما تخلع ما والو، كاين لعابة أخرى. ومن بين اللاعبين المتألقين حاليا لاعب وسط المنتخب الإنجليزي جارود، يعني صاحب 20 عام الذي حصل على جائزتين لفتى ذهبي وكوب للعالم يعني ل 2023 بعد بداية مذهلة لمسيرته مع ريال مدريد، ومع تسجيل 15 هدف في 16 مباراة لناديه الجديد فقد تفوق على رصيده الشخصي الموسم الماضي البالغ 14 هدف في 42 مباراة مع بوروسيا دورتموند، وتجاوز إنجازات عظماء ريال مدريد كريستيانو يعني والفيردو يعني وستيفانو الذين سجل 13 هدف في أول 15 مباراة لهما بقميص الأبيض، وبرز زميله في ريال مدريد فينيسيوس يعني البالغ من العمر 23 عام والذي ساعد الفريق الإسباني على الفوز بالدوري أبطال أوروبا 2022 بتسجيل هدف الفوز في مباراة نهائية أمام ليفربول، وكشف عن نفسه كلاعب من طراز العالمي رافع المستوى في الموسمين الماضيين. وجانا هو الوارد يعني الشرايز ما بانتش، تبقى تشوف لعابه كيما هادو مازال ما نقولوا بلي نقارعوا ونشوفوا كاين لعابين. انا نشوفوا في كوكب تاع لعابين، تشوف انت في العرب عندك واحد كيما زرزوري، عندك واحد كيما شايبي، عندك واحد كيما مرموش، عندك واحد كاين لعابه، والشايبي فانيك راه جاي يعني جاي بقوه، الشايبي خويا نقول لك راه جاي يعني مكاش هي مازال ما بان، سبحان الله مازال تاعو ما بانتش، نجم نتقارع سبحان الله. هي خويا كل واحد وكيفاش. مازال ما بان والو، هذه هي سيبا سيبا. ودي والله ما سهل اخويا، هذيا كل واحد كيف يشوف، كل واحد كيف يشوف، ما تنجمش تعرف يشوف كيما هاكا، تعرف بلي كاين امور ليس ولا وحد اخرين، ما تنجمش تعرف واعر، ماشي سهل اخويا عادية، ما قالت سيبا واعر اخويا، ماشي سهلة عادية.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.